وصلت القافلة العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة في قرية الكبانية بأسوان أعمالها لليوم الثاني على التوالي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، حيث بلغ عدد المرضى والمترددين على القافلة 1652 مواطنا، وتم تحويل عدد من المرضى للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لعمل أشعة رنين مغناطيسي وحالات أخرى لإجراء جراحات مختلفة. احنا هنا في الصيدلية عندنا 130 صنف بيغطي كل الاحتياجات بتاعت المريض، وبنقدمه هنا بالمجان. ولو في حد محتاج دواء خارجي او محتاج علاج خارجي بنعمل له تحويل في المستشفيات، وكل المرضى هنا مبسوطين بتقديم الخدمة العلاجية ليهم بالمجان. نشكر على كل من قام بإحضار القافلة الطبية من حياة وحياة كريمة لبلدنا الحبيبة الكوبانية، ونشكر سيادة الرئيس السيسي على المجهودات وحب الناس ليه وخدمة الناس ومصالح الناس.